لسان وانت طيب يا باشمهندس. واحنا مش خلصنا لا احنا خلصنا احنا لسه هنبدا طيب احنا لسه هنبدا كل سنه وانت طيب. حبيبي اشكرك واشكر كل العاملين وعلى المشاعر دي ويعني بتصغرونا كاننا بنحتفل بعياد ميلادنا يعني. لا لا بقول لك يعني هي الاحتفاء بالمسيره والاداء الكتير يخليني اقول لك انا هحتفل باول بطوله للاهلي. قول لي احنا بصينا على الاهلي الان وازاي الامور واصله وشفنا ارهاصا من الماضي وكيف كانت المساله. انتوا يا جماعه بصدد نادي فات 100 سنه على اول بطوله بيحققها يعني نادي ولد قلعه للبطولات. انت النهارده كيف تنظر للاهلي غدا وبماذا تحلم له؟ انا انظر للنادي الاهلي ان يستمر في هذا النمو والحفاظ على الاقل النمو. اذا ما فكرتش في النمو هتضمحل. فعلى الاقل عشان تظل في المكانه دي لازم تحلم بالنمو. النمو مش هيجي الا من احنا ادي احنا شايفين حجم الناس المتربصه اللي عايزه تغير ثوابتنا وتغير علاقتنا بجماهيرنا. هو ده اللي انا يعني انت بتقول لي بتخشى ايه؟ ايوه اخشى ان تزرع بعض المفاهيم الخاطئه لدى قطاع من جماهيرنا ان الاهلي محتاج يغير. انا ليه بقول باستمرار حبه للاهلي كما وجدتموه؟ لان نجاحه في شده حرصه على التمسك بهذا التراث. ايه اللي نجحنا كل ده؟ مجموعه من القيم والتقاليد والنظام احنا حريصين عليها. طيب حاجة ناجحة معانا هنغيرها ليه؟ فأنا أتمنى أن نستمر على هذا النمو. وهذا النمو على فكرة مش بس في البطولات. أتمنى أن ينمو جمهور الأهلي. مش أنت في ناس بتقول 60 وناس بتقول 70 وناس بتقول 80. أنا عايز يبقى 90 و95. ده طموحي أملي أن جمهور الأهلي كل واحد يشجع النادي والأهلي لأن يستحق هذه المكانة. أنا مش هحرم حد إن يروح يشجع نوادي أخرى. الأندية اللي شايفة نفسها بند فلتفع ترسم لنفسها طريقاً تمضي فيه هي حرة. طيب بس ما تحاولش تعرقلني أنا. طيب ده ما تخشاه للأهلي. ما تنصح به الأهلوية؟ التمسك 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 بالوقوف داعمين مش وقت النظر فيه على بعض ولا ننتصر لآرائنا الشخصية. أحيانا النادي الأهلي يبقى بيعمل حاجة مش واخدين بالكم منها بيعملها ليه، لكن عدوا كل المواقف اللي انتقدتوها كمواقف إدارية. ألم يخرج الأهلي منتصرا لما قيل مجلس إدارة عمال بيتبهدل وما بيردش؟ ألم يحصل على حقه لما بيتقال مش عارف ايه؟ الصمت احيانا بيبقى معناه الثقه في انك بتعمل عمل سيؤدي الى نجاح. مش عجز مش عجز. احيانا الضجيج كالوعاء الفارغ. ايوه يحدث ضجيجا. تشيل حله تخبط منك مش عارف ايه هيصه. فمش عايزين كده، عايزين نفضل واثقين في النادي الأهلي، متأكدين إن جمهوره ده حماية. حماية يعني إيه؟ حصن. هقول لك حاجة، مش عايز حد يزعل مني، والله ما قصدي إن أنا أنتقد، لكن ده واقع بنعيشه. الماتش الأخراني بتاع السوبر، أنا بقول لك الكاس بتاع كاس مصر اللي كان في السعودية. أي أنا أكتر حاجة بشيد بيها إيه؟ روابط المشجعين في الخليج وتحديدا اللي في الرياض. أي. لدورهم القيادي. أي. هم داخلين يشجعوا ايه؟ الزخم اللي رايح والتجميع دي رايحه تعمل ايه؟ تساند الاهلي. تساند الاهلي. حاجه ضايقته. ما يبقاش رد الفعل ان اتخلى عن المسانده لان مش ده الهدف. انت واخد معاك طبله، واخد معاك بانر، عامل مفاجاه صرفت، تزعل. بس زعلك ده يخليك تروح بتحدي اكبر وتمسك اكبر. الاهلي نزل الماتش شويه مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعدين تماسك وانتهى. دي احلامي ودي محاذيري، لكن اتمنى ان يبقى النادي الاهلي مش بينافس الافضل على المستوى العالم.
الأفضل على المستوى العام طبعا ومطمئن؟ إذا فضلنا بالطريقة دي مطمئن. كل سنة وأنت طيب يا باشمهندس. طب صحة وسلامة وأشكركم جميعا. سنة سعيدة عليك. أنا بس ليا رجاء. أيوه. من فضلكم السنة اللي فاتت حصل حاجة ضايقتني. التورتاية دي تتوزع مفيش حتة تخرج بره العاملين في القناة. شكرا جزيلا يا باشمهندس وكنت ضيف عزيز وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. أصل لقيتهم لفينها لي وحطيناها لي في العربية. كل سنة وأنت طيب. دي جاية عشان ناكلها مع بعض كلنا. كل سنة وأنت طيب. أعتقد مسيرة المهندس عادل القيعي في حب النادي الأهلي والإخلاص له والعطاء ليه محتاجة حلقات وحلقات، لكن أردنا في هذه الحلقة الاستثنائية من الأهلي في رمضان أن نلقي بعضا من الضوء على جزء من حياة المهندس عدلي وارتباطه بالنادي الأهلي، كيف عاشه وكيف يراه الآن وبماذا يحلم له غدا إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، والأهلي في رمضان غدا أسرة جديدة.